دولة القرامطة. ينتسب القرامطة إلى حمدان بن الأشعث المعروف بقرمط، وحركة القرامطة حركة دينية باطنية انشقت عن الدولة الفاطمية وقامت إثر ثورة اجتماعية يعدها بعض الباحثين من أوائل الثورات الاشتراكية في العالم. وأصل حمدان بن الأشعث من خوزستان في الأهواز. في عام 278 هجرية بدأ ببث الدعوة جهرا قرب الكوفة، خلفه في قيادة الدعوة الحسن بن بهرام والذي يعتبر المؤسس الفعلي لدولة القرامطة، وقد وطد أركان حكمه وأرسى مبادئ مسؤولية الدولة عن كل شيء، فكانت الدولة توزع الأرزاق بالتساوي بين الناس. في عهده جرت عدة وقائع مع الدولة العباسية، ثم قتل بطعنة خنجر عام 301 للهجرة، وقام بعده بالأمر ابنه أبو القاسم ثم أبو طاهر سليمان بن الحسن. بلغت دولة القرامطة عصرها الذهبي في عهد أبي طاهر الذي استولى على كثير من بلاد الجزيرة العربية، وفي عهده تم غزو الكوفة ثم هاجم مكة وأخذ الحجر الأسود ونقله إلى الأحساء، وبقي الحجر هناك 20 عاما. توفي أبو طاهر وتولى الحكم بعده أبو العباس الجنابي، فأعاد الحجر الأسود إلى الكوفة، ثم أعاده سنبر بن الحسن إلى مكة وقال أخذناه بقدرة الله ورددناه بمشيئته. في عام 360 للهجرة هالت الأمور للحسن الأعصم الذي قوي أمره واستولى على دمشق، ثم توجه إلى مصر وخاض المعارك مع الخلافة الفاطمية، فهزم الأعصم وعاد إلى الإحساء لحماية دولته. خلع القرامطة الحسن لأنه دعا لبني العباس، وأسندوا الأمر إلى رجلين هما جعفر وإسحاق، فدب الخلاف بينهما وقاتلهم شيخ قبائل المنتفخ الملقب بالأصفر، فاستولى على القطيف مما هز أركان السلطة المركزية في الإحساء، ثم انتهت دولة القرامطة في عهد آخر أمرائها الأمير سهل بن همام بعد أن دامت حوالي 100